أخي المزارع، أصدر قطاع الإرشاد الزراعي نشرة فنية بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول الذرة الرفيعة مراعاتها خلال شهر مايو الجاري، وإليك هذه التوصيات. يتم شراء التقاوي من مصادر موثوق بها كالجمعيات التعاونية وإدارات الإرشاد الزراعي، ويجب أن تكون معبأة تعبئة سليمة وعليها كروت إدارة فحص واعتماد التقاوي موضحا بها الصنف وجهة الإنتاج ونسبة الإنبات وتاريخ الإنتاج. وتفضل الهجن لارتفاع إنتاجيتها وصلاحية سيقانها للاستخدام كأعلاف، وتزرع الأصناف والهجن القصيرة في المناطق القريبة من الطرق، كما تزرع الأصناف الطويلة في المناطق البعيدة عن الطرق. ويضاف السماد البلدي بمعدل 20 متر مكعب على الأرض البلاط قبل الحرث، ويتم نثر السماد الفوسفاتي على الأرض قبل حرثها بمعدل 150 كيلوغرام من السوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي. وبالنسبة لإعداد الأرض، الأرض التي تكثر بها الحشائش يتم فيها طفي الشراق في هذا الشهر، أي تنفيذ الري الكذابة حتى تساعد على إنبات الحشائش قبل عملية الحرث. وعند استحراث الأرض يتم الحرث وجهين متعامدين على الأقل، ويستحسن جمع الحشائش من الأرض بعد الحرثة الأولى وتجميعها على رأس الحقل ثم تزحيف الأرض. يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خط في القصبتين، ويتم مسح الريش العمالة. يفضل في مناطق زراعة الذرة الرفيعة أن تتم الزراعة في تجمعات، حيث تصل مساحة تزرع التجميع الواحدة من 50 إلى 100 فدان في موعد واحد، أي في نفس مناوبة الري، لتقليل أضرار فتك الطيور. تقسم الأرض إلى فرد بعرض 7 أمتار على القصبتين، تفصل بينهما بتون ومراوي بالتبادل، ثم تقسم الفرد إلى حواويل كل حوال 10 خطوط. ينصح بإضافة جرعة تنشيطية تمثل ثلث كميات السماد النيتروجيني عند الزراعة عقب محصول القمح. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقناة مصر الزراعية.